فتره كبيره جدا، حاجه بقى اثرت فيك او حاجه فاكر عمرك ما تنساها، موقف، كلمه اتقالت لك من شخص؟ لا في طبعا مواقف كتير، بس يعني كلمه اتقالت لي من شخص اول ما طلعت فريق اول لعبت اول ماتش ليا مع النادي، بدات الناس تتكلم عليا بشكل كويس، اللي هو احنا عندنا ناشئ كويس ممكن يبقى كويس في المكان ده. احنا في النادي الاهلي كنا بنركن في الاوبرا، اكيد انت عارفه الاوبرا، عارف باركنج الاوبرا. فمره كده كنا بنتمرن كل يوم في الاهلي، التمرين كان الساعه 9 الصبح، كان بيبقى معانا في النادي 8. فانا بقى بدات يعني خدت فلوس شويه، فاول فلوس خدتها رحت اشتريت عربيه، فدخلت الباركنج وركنت. فبقى لسه صغير انا بقى عارفه وتفهمي بقى العربيه وعامله فيها روشه يعني فرحان بقى فركنت وانا بقى ايه لسه بطلع حاجتي كده، فلقيت حد بيخبط لي على الازاز بتاع العربيه. فانا من كتر ده كان اول يوم ليك بالعربيه؟ تقريبا يعني المرحله اللي هي الاولى لسه جايب العربيه. فاللي هو مين بيخبط على الازاز ده؟ فبفتح الازاز كده قلت بقى حد مثلا عادي يعني بيسلم عليا وكده، فلقيت الكابتن الخطيب. اول ما فتحت الازاز فطبعا بفتح الباب قال لي لا خليك، فقلت له لا يا كابتن. فنزلت، ده كان اول لقاء ما بيني وما بينه. والله فسلمت عليه وقال لي شد حيلك انت هتبقى لعيب كويس وان شاء الله تبقى حاجه كويسه لينا. كان الكابتن الخطيب هو نائب رئيس النادي، كان الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي. فطبعا دي بالنسبه لي موقف مش عمري ما هنساه طبعا. طبعا فان انا اشوف الكابتن الخطيب اول لقاء ما بيني وما بينه والراجل يجي لي عند عربيتي ويتكلم معايا الكلام ده، فطبعا كان حافز بالنسبه لي وعمري ما هنساه الكلام ده من مده طويله. بس زي ما انت بتقولي كان عندك كام سنه وقتها؟ كنت لسه طالع فريق اول، كان 19 سنه. فانا دلوقتي 34، تكلمي من 15 سنه. ففي حاجات كده معينه ما بتتنسيش، ده موقف من ضمن المواقف يعني. رحيلك